تدير هذا الشيء يا صاحبي زعما راك الحياة؟ كيفاش زعما راك الحياة؟ ما فهمتش زعما راك اي باقي ما فهمتش شنو زعما راك الحياة؟ زعما كتغلطش هذه هي راك الحياة. قالوا لك انت ابو الحياة، قالوا لك انت شحال مرة زعما راك الحياة وكذا الى اخره. فيرون كأن من سلك طريق الاستقامة كأنه ملك لا يجب في حقه الخطأ، وهذا أمر غير مقبول عقلا فضلا على أن يقبل شرعا. لعاقلين بالغين مسلمين وكذا إلى آخره، هادو مالهم حتى يغلطوا. كل ابن آدم ماشي مخطئ ولا خاطئ، خطأ فعال بصيغة المبالغة. يغلط اليوم ويغلط غدا ويغلط بعد غدا، والنهار الواحد فيه 20 غلطة. لابن آدم، لكل ابن آدم ذنب يتعاهده الفينة بين الفينة. والمسلم ينسي ينسى، لكنه إذا ذكر ذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء. وما قال عليه الصلاة والسلام وخير ابن آدم التوابون، خير الخطائين، يعني فيك فيك، لكنهم اللي مزيانين في دوك اللي كيغلطوا، اللي مزيانين فيهم اللي كيتوبوا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للصالحين غفورا. ألا، فإنه كان للأوابين. ومتى تكون الأوبة؟ إن لم تكن بعد اقتراف الذنب. الأوبة تكون بعد اقتراف الذنب، يعني ها هما صالحين أثنى الله عز وجل عليهم الصلاح، لكن الله عز وجل يبين لك أنهم سيخطئون. فإن أخطأوا لا تجعل منها قصة خاصة. ترى واحد اللحية حصلوه كيدير واحد العبل، ياك ودي لاباس اللحية حصلوه كيدير شي حاجة لهذا الجهة. واش نقول لك، بزاف ديال المكرطين حصلوهم تيدير واحد اللعيبة لهذا الجهة وما غنساليوش. واحد اللحية لقاو كيديرو كا واحد الحجبان لقاو كيديرو كا لهذا الجهة، واحد اللحية لقاو كيديرو كا واحد الشعكوك لقاو كيدير لهذا الجهة، واحد الرجل لقاو كيدير لهذا الجهة، واحد الركبة لقاو كيدير. شنو الهضرة ديال واحد اللحية؟ كيف زعما الحياة؟ يعني سؤال انت اللي كتقول الحياة، من الحياة؟ لو داز النبي عليه الصلاة والسلام قدامك غتقول عليه الحياة؟ غتقول له جل الحياة؟ تقدر تقول له هذا الكلمة هذه؟ ايوا خويا، راه اللي الناس اللي كيحاولوا يعفيوا اللحية ديالهم بغض النظر عن طولها، لان الناس كيقول لك اللحية ومباشرة كيمشي الدماغ لواحد النمط معين. اسمعني مزيان، قضية اللحية ما عليه الأئمة الأربعة إلا من شذ من بعض أقوال الشافعية وغيرهم، لكن ما عليه إجماع الأئمة الأربعة أن حلقها، كنعاود نقول نفس الكلمة في كل موطن، تكريطة تمليطة، مغيرش نذكرو اسم يقول لك دير الإشهار، آلة الحلاقة تضربها بحال كتكرطها تيولي كي هنا. هذه الأئمة الأربعة على إجماع تحريمها. ولما كناش ناخذ الفقه ديالنا من عند الأئمة الأربعة، ما عرفتش واش باقي شي فقه في الدنيا ولا ما بقاش. هذه وحده. فين كاين الاختلاف عند الائمه؟ كاين عندهم الاختلاف فيما يتعلق بطولها. فالاصوليون عندهم كيف كيبنيو على الاصول، كيقول لك داك الاحاديث ديال اعفو ارخو الى اخره، كيقول لك اعفوها وارخوها من اصلها بغض النظر عن طولها. المهم انه كيقول لك الراجل يهز فك عينه كيقول هذا عنده الحياه. فهمنا؟ كاين القول ديال الفقهاء، وهذو من يمشوا للقول لسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا ابو هريره رضي الله عنهم ورضي الله عنهما وغيرهم. قال لك اودي الحياه ما تخل، يعني ماشي ما تخليهاش، وان اخذت بمقدار القبضه تقبض عليها وتضرب. كاين اللي قال لك القبضه من هنا، كاين اللي عبر القبضه من هنا، يعني قال في اللي هنا لتحت كيقول لك هنا وتضرب من تحت منها، لا شيء في ذلك. هذو الفقهاء. المحدثون كيقول لك اودي اللحيه هذيك ارخو اعفو، اعطيها اتساع، ما تقربش لها، تكون نيضهك نيضهك خارج الهند تجي طويله قصيره، كيقول شويه هنا وشويه هنا، كيقول لك اعطيها اتساع ما تقربش لها، والشعاطط من جناب باش لا والو ما تهضرش معها. ملي غنجيو نقلبوا الخلاف ما بين هاد الثلاثه هو في تعريفهم للسنه. فالفقهاء عندهم السنه لها تعريف، الاصوليون السنه عندهم لها تعريف، والمحدثون السنه عندهم لها تعريف. وهذو الاصطلاحات اصطلح عليها أهل هذا الفن من العلوم الشرعية وخلاص. وماشي على قد الطول ديال اللحية على قد الإيمان.
هذا عاوتاني موضوع اخر، ماشي نعاود نقولها، ماشي على قد الطول ديال اللحيه على قد الايمان. واضحه ان شاء الله تعالى، حيت تحطوا واحد الوقيته قول في الاخر ديال الثمانينيات والبدايه ديال التسعينيات، لكن تفجرت الامور ابتداء من اواخر بدايه الالفينيات، ولا عندنا ما يصطلح ما قد يصطلح عليه بفقه النمط الواحد. راه ما تكون بحالك في اللحيه بحالك، وفي اللباس بحالك، تحسينه بحالك، وفي نوعيه الصباط بحالك، وكتقول واحد الكلام معين، وكتستعمل واحد الالفاظ معينه. الا كنتي هكا راك من اهلي اهل السنه، الا ما كنتيش هكا الاخ نتاكس، الاخ بدا كيدخل شيء من البدعه، الاخ بدا كيتراجع، الاخ ما كذا. كنعرفوهم شباب والله العظيم الا نتاكسوا بسبب اش، بسبب واحد العدد من الاخوه ملي شافوه النهار داير الكاسكيطه، الكاسكيطه القبعه هذيك ديال دير الكاسكيطه، الاخذ الامور ديال اللباس ديال الفرنجه وديال اهل الفسق واهل الكفر ما صيفش تبقى تلبسهم. وإلا أهل الكفر وأهل الفسق اش كتقول يا شريف؟ أما السروال هذاك موضوع آخر، أنت 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 يقام عليك الحد، أنت على الحد قال لك هذيك القميص، لا لا أنت مشيتي في المزاح، أنت ستجلد وينكل بك وغتمرمد في القطران وترش عليك الريش وتركب بالمقلوب على واحد الحمار ويطاف بك في الأسواق لتكون عبرة لغيرك. إيه واش هذا الشيء؟ اش هذا القجان؟ واش هذا التضييق على عباد الله؟ علاش؟ لان بغينا نقولوا للناس انه الا ما كنتوش بحالنا بواحد العينه معينه راكم ما ملتزمين ما مؤمنين ما والو. واعمال القلوب اش غنديروا فيها؟ والفرائض اش غنديروا فيها؟ لا، الاسلام هذا كل تاتي منه انت ما استطعت، ما تنزلش على ما افترضه الله عز وجل عليك تحت الفريضه. علاش كنهضروا على الاسلام؟ أركان الإسلام الخمسة تحت منها ما بقى إسلام. ما تقولي الإسلام في القلب وأنت ما كتصليش. لا، الإيمان في القلب، والكفر فين كاين؟ في الركابي. الكفر توا في القلب، والنفاق فين كاين؟ فعقبهم نفاقا في النفاق فين كاين؟ راه توا في القلب. باش غادي نعرف بلي هذا القلب راه فيه الإيمان وهذا القلب فيه النفاق وهذا القلب فيه الكفر؟ كاين أعمال ظاهرة خاصها تبان، شعار، راية، كتمشي داخل كتبان لك الراية كتقول المملكة المغربية، داخل بلاصة الراية هذه القنصلية الجزائرية، غادي راية هذه القنصلية الروسية، راية فين هذيك الراية؟ هي الصلاة ابتداءً، بعد كدوزو لحويجات أخرين وأنت غادي. الأمور الأخرى يأتي العبد منها ما استطاع، استقيموا ولن تحصوا. راه ما يمكنش تجيبها قدها، فاستقيموا إليه واستغفروه. كي غدير هذه الاستقامة تتقادها، لكنك ترمم نقصها بالتوبة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تاب قيل هي ندم، آمن أقلع وعزم، وعمل عملا صالحا غير من نمط حياتي. لكن اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا وكذا فان بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم.